بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية سنة ثالثة ابتدائي. نستأنف مع الصفحة رقم 101. 101 كما نقول 101. 101 101. إذن المقصود 101. Au début de la page, في أول صفحة, on a lire un exercice. عندنا قراءة وتمرن كالعادة. في هذه الفقرة سنرى L ثم at. L at. At مثلا شوات يعني بوم شوات. طبعا هذه الكلمة ممكن أن تأتي في حالة أخرى كأدجكتيف كنعت. نقول مثلا vous avez une cravate très chouette. Vous avez une cravate très chouette. المقصود هنا vous avez une cravate très agréable. المقصود هنا عندكم ربطة عنق جد جميلة. عندكم ربطة عنق جد جميلة. إذا نقول vous avez une cravate très chouette. ممكن أن الكلمة تأتي كنعت المقصود بها جميلة. إذا هنا نتكلم عن شوات كاسم المقصود به بوم. إذا كما نرى هذا الاسم يتضمن الصوت ات للسيلاب ات. إذا نتكلم عن المقطع اللفظي ات ات. طبعا سنرى بعض الكلمات الأخرى التي تتضمن المقطع اللفظي ال ال. Nous prenons le premier paragraphe. J'observe ces images et je trouve les mots où j'entends elle. J'observe ces images et je trouve les mots où j'entends elle. J'observe, هذا le verbe observer, يعني لاحظ. J'observe, أنا ألاحظ ces images, هذه الصور. Et je trouve, وأنا أجد les mots, et je trouve les mots où j'entends elle. ثم أنا أجد الكلمات où j'entends, حيث أنا أسمع elle. الصوت L. En prenant la première image. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mada. Qu'est-ce que c'est? C'est une hirondelle. C'est une hirondelle. إذن هذا طائر يسمى hirondelle. نتحدث عن نوع من الطيور الصغيرة والمهاجرة. إذن نتكلم عن une hirondelle. Pour le mot hirondelle, est-ce qu'on y entend le son L ou pas? Est-ce qu'on y entend le son L ou pas? بالنسبة لكلمة hirondelle, هل نسمع فيها الصوت L أو لا? Bien sûr, on y entend le son L. On dit hirondelle. Hirondelle. Alors, on y entend le son L. إذن نسمع فيها الصوت L. Après, nous prenons la deuxième image. بعد هذا نأخذ الصورة الثانية. Et on pose la même question. Qu'est-ce que c'est? ثم نطرح نفس السؤال ما هذا؟ Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une chouette. C'est une chouette. Alors, en prononçant le mot chouette, est-ce qu'on y entend le son L ou pas? عندما ننطق كلمة chouette, هل نسمع فيها الصوت L ou لا? Bien sûr, quand on prononce le mot chouette, on n'y entend pas le son L. En prononçant le mot chouette, on n'y entend pas le son L. يعني أننا لا نسمع فيها الصوت L. Par contre, on y entend le son ET. على العكس, أننا نسمع فيها الصوت ET. Alors, quand on prononce le mot chouette, on y entend le son ET et pas le son L. عندما ننطق كلمة شوات أننا نسمع فيها الصوت ات شوات يعني أننا نسمع فيها الصوت ات اي با لو سون ال وليس الصوت ال. نو باسون à la troisième image et on pose la même question. Qu'est-ce que c'est? Nous passons à la troisième image. Nous prenons la troisième image et nous posons la même question. إذا نأخذ الصورة الثالثة ونطرح نفس السؤال. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mehda. Ce sont des jumelles. Ce sont des jumelles. طبعا نتكلم عن منظار. كما لو نقول توأمين. لماذا؟ لأن كلمة جيمو أو بيا جيمال في المؤنث المقصود به التوأم. أو نتكلم عن شيئين
متشابهين كما عندنا هنا، نتكلم عن منظارين كما نقول متشابهين في نفس المنظار. طبعا كما قلنا جيمو وبها جيمال في حالة المؤنث، إذا نتكلم عن توأم، نتكلم عن كلمة أدجيكتيف إنو. طبعا في هذه الحالة نتكلم عن هذه الكلمة، ممكن أن تكون كوصف، ممكن أن تكون وصف أو اسم. إذا نقول جيمو وبها جيمال. إذا المقصود بها التوأم نتكلم عن طفلين كانت لهم نفس الولادة، كانت لهم نفس الولادة، أو نتكلم عن شيئين متشابهين، نتكلم عن جيمو وبها جيمال. هنا طبعا نتكلم عن جيمال كأداة، إذا نتكلم عن منظار جيمال. سو سون دي جيمال، سو سون دي جيمال. إذا نقول سو سون دي جيمال أون برونونسون لو مو جيمال. إس كوني أونتون لو سون إل أو با؟ عندما ننطق كلمة جيمال كوم نوتخ كا كما في حالتنا، إس كوني أونتون لو سون إل أو با؟ إذا هل نسمع فيها الصوت إل أو لا؟ بيان سور افيك لا برونونسياسيون دو مو جيمال أوني أونتون لو سون إل. مع نطق كلمة جيمال أننا نسمع الصوت إل. كونت أون برونونس لو مو جيمال أون أونتون لو سون إل. سي نو برونون لا كاتخيام إيماج. Si nous prenons la quatrième image, qu'est-ce que c'est? C'est une cigogne. C'est une cigogne. Idan hiya l'aqlaq. Idan nitkellem an l'aqlaq. Alors, en prononçant le mot cigogne, est-ce qu'on y entend le son L ou pas? Idan man nteq kelimat cigogne, hal nesma' fiha as-sawt L ou la? Quand on prononce le mot cigogne, on n'y entend pas le son L. عندما ننطق كلمة سيغون أننا لا نسمع فيها الصوت L. سيغون، سيغون. Quand on prononce le mot سيغون on n'entend pas le son L. عندما ننطق كلمة سيغون أننا لا نسمع الصوت L. Nous passons à la cinquième image et on pose la même question. Qu'est-ce que c'est? نمر إلى الصورة الخامسة ونطرح نفس السؤال، ما هذا؟ Nous prenons la cinquième image et on pose la question, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une poubelle. C'est une poubelle. سلة المهملات. نتكلم عن سلة المهملات أو صندوق القمامة. Alors, quand on prononce le mot poubelle, est-ce qu'on entend le son L ou pas? Quand on prononce le mot poubelle, est-ce qu'on entend le son L ou pas? إذن عندما ننطق كلمة بوبيل هل نسمع فيها الصوت L ou pas أو لا؟ La prononciation du mot بوبيل comprend le son L. نطق كلمة بوبيل يتضمن الصوت L. La prononciation du mot بوبيل comprend le son L. Nous passons à la sixième image et on pose comme toujours la même question. نمر إلى الصورة السادسة ونطرح السؤال، كيس كو سي؟ كيس كو سي؟ سيت اون ايكول. سيت اون ايكول. Alors quand on prononce le mot école, est-ce qu'on entend le son L ou pas? عندما ننطق كلمة école هل نسمع الصوت L أو لا؟ La réponse c'est que la prononciation du mot école ne comprend pas le son L. الجواب هو أن نطق كلمة إيكول لا يتضمن صوت L. La prononciation du mot école ne comprend pas le son L. نطق كلمة إيكول لا يتضمن الصوت L. Par contre, il comprend le son OL. OL. على العكس هو يتضمن صوت OL. On dit école. École. ولا نقول école. ليست عندنا هنا إيكال، بل عندنا إيكال. إذن عندنا الصوت أول وليس إل. Après on a le deuxième paragraphe. Je lis les mots où je vois S. Je lis les mots où je vois S. أنا أقرأ الكلمات حيث أرى S. حيث أرى S. حتى لو كانت هاد S لا تنطق. إذن المهم أنني كلما رأيت هاد الرسم E2SE أقرأ الكلمة. طبعا
سنقرأ الكلمات كلها ثم نركز على الكلمات التي تتضمن S. Si nous prenons le premier mot, une hirondelle, est-ce qu'on voit S? Si nous prenons le premier mot, إذا أخذنا الكلمة الأولى, une hirondelle, une hirondelle, est-ce qu'on y voit S? هل نرى فيها S? Est-ce qu'on y voit S? Je lis les mots où je vois S. أنا أقرأ الكلمات حيث أرى S. Je lis les mots où je vois S. أنا أقرأ الكلمات حيث أنا أرى S. Alors, si nous prenons le premier mot, إذا أخذنا الكلمة الأولى, une hirondelle. Une hirondelle. إذا نتكلم عن طائر السنونو. Avec le mot hirondelle, est-ce qu'on y voit S? Est-ce qu'on y voit S? هل نرى فيها S? Le mot hirondelle ne comprend pas S. إذا كلمة hirondelle لا تتضمن S. Par contre, il comprend L. Par contre, il comprend L et pas S. هي تتضمن L وليس S. كما نرى. Nous passons au deuxième mot. نمر إلى الكلمة الثانية. La paresse. La paresse. La paresse, المقصود به الكسل. La paresse, المقصود به الكسل. نقول عن تلميذ بأنه paresseux, يعني أنه كسول. إذا la paresse, المقصود به الكسل. Pour le mot paresse, est-ce qu'on y voit S? Bien sûr, avec le mot paresse, on voit S. إذا مع كلمة paresse, أننا نرى S. نرى هذه مجموعة الأحرف المرتبة بهذا الشكل. La paresse. La paresse comprend S. إذا كلمة paresse أنها تتضمن S. Nous passons au troisième mot. نمر إلى الكلمة الثالثة. Une caresse. Une caresse. طبعا هذه تأتي من فعل caresser. Caresser مثلا un animal. المقصود بأنك تمرر يدك عليه. Caresser un chat. يعني أنك تمرر يدك وتلاطف بيدك هذا القط. تمرر مثلا يدك على جسمه. إذا نتكلم على الفيرب caresser. Caresser un enfant يعني أنك تمرر بيدك مثلا على رأس طفل. إذا المقصود كأنك تلاطف الطفل وتبعث له بعض الحنان من خلال هذه اللمسة على رأسه. إذا طبعا هذه اللمسة تسمى اون كاريس. هذه اللمسة تسمى اون كاريس. Alors avec le mot caresse, est-ce qu'on voit S ou pas? Avec le mot caresse, est-ce qu'on voit S ou pas? إذا مع كلمة caresse, هل نرى S E2SE بهذا الترتيب أو با أو لا؟ Bien sûr, avec le mot caresse, on voit S. Avec le mot caresse, on voit S. طبعا مع كلمة caresse, أننا نرى هاد S. Après, on a une poubelle. بعد هذا عندنا une poubelle. عندنا سلة المهملات. Avec le mot poubelle, est-ce qu'on voit S ou pas? Avec le mot poubelle, est-ce qu'on voit S ou pas? إذن مع كلمة poubelle, هل نرى S ou لا? Bien sûr, comme nous le voyons, le mot poubelle ne comprend pas S. Bien sûr, comme nous le voyons, طبعا كما نرى, le mot poubelle, الكلمة poubelle ne comprend pas S. يعني أنها لا تتضمن S. Après, on a la tristesse. La tristesse. الحزن. رأينا هذا مع شجرة الأرز. Quelle tristesse. Quelle tristesse. أي حزنين. إذا رأينا هذا مع شجرة الأرز. إذا la tristesse المقصود بها الحزن. Je suis triste يعني أنا حزين. Je suis triste. أنا حزين. Alors, avec le mot tristesse, est-ce qu'on voit S ou pas? إذا مع كلمة tristesse, tristesse, هل نرى S? هل نرى S أو لا? Est-ce que le mot tristesse comprend S ou pas? إذا هل كلمة tristesse تتضمن S أو لا? هل تتضمن S أو لا? Bien sûr, le mot tristesse comprend S. إذا كلمة tristesse تتضمن S. La tristesse comprend S. إذا كلمة tristesse أنها تتضمن S. E, deux S, E. E, deux S, يعني اثنان S, ثم E. Enfin, on a quel. Enfin, on a le mot quel. إذا في الآخر عندنا الكلمة quel. طبعا quel, كما نقول ماذا. نقول مثلا, quelle heure est-il? كم الساعة? Quelle heure est-il?
كم الساعة؟ أو نقول كالي كالي ما هو؟ نقول مثلا كالي لا ديفيرونس أنتر لوميير سولير اي انرجي سولير كالي لا ديفيرونس أنتر لوميير سولير اي انرجي سولير اي انرجي سولير اي انرجي سولير إذا ما هو الفرق؟ الفرق كلمة مذكرة في اللغة العربية طبعا في اللغة الفرنسية لا ديفيرونس نتكلم عن الفرق هي كلمة مؤنثة لذلك نقول هنا كال اي نستعمل هذا كال بدون زال وليس بال واحدة إذا نتكلم عن لا ديفيرونس اللي هي مؤنثة كال لا ديفيرونس كال لا ديفيرونس كما لو نقول ما هي الفرق كال لا ديفيرونس ما هو الفرق كما لو نقول ما هي الفرق أنتر لوميير سولير بين الضوء الشمسي نتكلم عن لو سولاي يعني الشمس سولير شمسي أنتر لوميير سولير بين الضوء الشمسي انرجي سولير وبين الطاقة الشمسية ما هو الفرق كما لو نقول بين الضوء الشمسي الضوء الذي يأتي من الشمس انرجي سولير وبين الطاقة الشمسية نتكلم عن الطاقة التي مصدرها الشمس Ce qui nous intéresse ici, de plus, c'est que est-ce que qu'elle comprend S ou pas هو ما إذا كانت كال تتضمن S أو لا هذا الذي يهمنا أكثر Alors, est-ce que qu'elle comprend S ou pas إذن هل كلمة كال تتضمن S أو لا كال ne comprend pas S كلمة كال لا تتضمن S Il comprend elle et pas S. إذن هي تتضمن L وليس S. Comme nous le voyons écrit, كما نرى مكتوبا, le mot quel comprend E dos L E. إذن هي تتضمن E dos L E. تتضمن E ثم اثنان L ثم E. Et pas وليس et pas وليس E dos S E. وليس E اثنان S E. Après, on a le troisième paragraphe. Je lis le mot et je donne le numéro du dessin qui lui correspond. Et je donne le numéro du dessin qui lui correspond. Et donc je lis le mot. أنا أقرأ الكلمة. Et je donne le numéro du dessin. وأنا أعطي رقم الرسم المقصود المرسوم. نتكلم عن أشكال مرسومة. Et je donne le numéro du dessin. ثم أنا أعطي رقم الرسم. نتكلم عن أشياء مرسومة. qui lui correspond. qui lui correspond التي لها تناسب كما نقول. المقصود التي تناسبها. qui lui correspond التي لها تناسب. المقصود التي تناسبها. نتكلم هنا على لو فيرب correspondre. correspondre. طبعا من ضمن معانيه نسبة. je lis le mot. أنا أقرأ الكلمة. et je donne le numéro du dessin. ثم أعطي رقم الرسم. qui lui correspond الذي له يناسب المقصود الذي يناسبه voilà on a cette illustration qui comprend des dessins عندنا هنا هذه الصورة التي تتضمن رسومات juste à côté on a des mots إذن على الجانب عندنا des mots عندنا كلمات pour chaque mot nous allons dire quel est le dessin qui correspond le premier mot on a un lac un lac alors où est le numéro qui correspond أين هو الرقم المناسب Où est le numéro qui indique le dessin qui correspond إذن أين هو الرقم الذي يدل على الرسم المناسب C'est le numéro 4. C'est le numéro 4. إذن هو الرقم 4. Alors, on va mettre 4. Après, on a une hirondelle. إذن عندنا طائر سنونو. Alors, où est le numéro qui indique le dessin qui correspond Qui indique le dessin qui correspond إذن أين هو الرقم الذي يدل على الرسم المناسب؟ C'est le numéro 1. C'est le numéro 1. إذن هو الرقم واحد. On va mettre 1. إذن سنضع واحد. Après on a une maison. Une maison. Une maison. إذن عندنا منزل. Une maison. Alors, quel est le numéro qui indique le dessin qui correspond? Qui indique le dessin qui correspond? ما هو الرقم الذي يدل على الرسم المناسب؟ Quel est le numéro qui indique le dessin qui correspond au mot maison? Au mot maison. ما هو الرقم الذي يدل على الرسم المناسب لكلمة maison؟
C'est le numéro 2. C'est le numéro 2. إذن هو الرقم 2. Et enfin, on a le mot chouette. Et enfin, on a le mot chouette. Quel est le numéro qui indique le dessin correspondant au mot chouette? إذن ما هو الرقم الذي يدل على الرسم المناسب لكلمة شوات؟ C'est le numéro 3. إذن هو الرقم 3. Nous passons au quatrième paragraphe. نمر إلى الفقرة الرابعة. Je lis les phrases suivantes. أنا أقرأ الجمل التالية. Puis j'en construis d'autres sur le même modèle. Je lis les phrases suivantes. Puis j'en construis d'autres sur le même modèle. أنا أقرأ الجمل التالية. Puis j'en construis. ثم أبني منها. طبعا عندنا لو فيرب كونستخوير يعني بنا. عندنا لو فيرب كونستخوير يعني بنا. كما لو أنك تبني مثلا بناية. Puis j'en construis. ثم أبني منها دوتر أخرى. دوتر يعني أخرى. المقصود بها هنا دوتر فخاز. المقصود بها هنا جمل أخرى. Puis j'en construis d'autres. المقصود بها هنا puis j'en construis d'autres phrases. ثم أبني منها أو على شاكلتها جملا أخرى. Sur le même modèle. على نفس الطريقة. Sur le même modèle. على نفس الطريقة. Voilà, on a deux phrases. كما نرى عندنا جملتين. La première phrase, c'est le cèdre est triste. إذا الجملة الأولى هي le cèdre est triste. شجرة الأرز حزينة. إذا نقول il est triste. كما لو نقول هو حزين. طبعا لو صادغ راه كلمة مذكرة، لذلك نقول هنا هو حزين، ليس كما في اللغة العربية. لو صادغ إي تخيست، كما لو نقول شجر الأرز حزين، إلي تخيست، يعني هو حزين. طبعا نعوض هاد لو صادغ اللي هو مذكر نعوضه بهاد إيل. لو صادغ اللي هو كلمة مذكرة، نعوضه بالضمير هو إيل، كما نرى هنا. طبعا نفس الجملة، هنا نذكر الشجرة بعينها. وهنا نعوضه بهاد إيل، نعوضه بالضمير هو، كما نقول. إذا لو صادغ إي تخيست، إذا سنحولها إلى إيلي تخيست، يعني هو حزين. أبخي أون لا دوزيام فخاز، أبخي أون لا دوزيام فخاز، بعد هذا عندنا الجملة الثانية، لا سيغون فول دون لو سيال، لا سيغون فول دون لو سيال، دون لو سيال. إذا اللقلاق، طبعا عندنا هنا كما نقول اللقلاقة. نتكلم عن اللقلاق ككلمة مؤنثة في اللغة الفرنسية. إذا نتكلم عن لاسيغون. لاسيغون. فول سي لو فيرب فولي. سي لو فيرب فولي. ممكن أن تعني سراقة لكن هنا تعني طارة. لاسيغون فول. طبعا عندنا هنا لو فيرب فولي الذي يعني في معاني أخرى سراقة. لي فولور. لي فولور المقصود بهم اللصوص. هنا طبعا نتكلم عن فعل فولي الذي يعني طارة وليس سرقة. إذا لا سيغون فول دون لو سيال. إذا نتكلم عن اللقلاق يطير في السماء. إذا طبعا كما قلنا بأن لا سيغون هي كلمة مؤنثة. إذا لن نعوض بإيل التي تدل على المذكر في الغائب بل سنعوض بآل. إذا نقول آل فول دون لو سيال. آل فول دون لو سيال. إذا هذا هو الفرق. يعني هنا ذكرنا لا سيغون، هنا أشرنا لها بآل، يعني قلنا هي تطير في السماء. نتكلم عن اللقلاق كما لو نقول هو يطير في السماء. كما قلنا لو صادغ إي تخيست، إلي تخيست. لا سيغون فول دون لو سيال. لا سيغون فول دون لو سيال. آل فول دون لو سيال. إذا نأتي بجمل على هد المنوال. نقول مثلا مصطفى بخون لوطوبيس. إذا مصطفى يأخذ الأوتوبيس. إذا نقول il prend l'autobus. il prend l'autobus هو يأخذ الحافلة. il prend l'autobus هو يأخذ الحافلة. نقول مثلا أمينة écrit ses leçons. أمينة تكتب دروسها. عند تعويض أمينة بالضمير نقول elle écrit ses leçons. هي تكتب دروسها. elle écrit ses leçons هي تكتب دروسها. كما قلنا فيما سبق Un cèdre regarde le ciel. Un cèdre regarde le ciel. إذا نتكلم عن شجرة الأرز تنظر السماء. إذا نقول il regarde le ciel. Il
regarde le ciel. هو ينظر السماء. نتكلم عن شجرة الأرز كلمة مذكرة في اللغة الفرنسية. أيضا رأينا فيما سبق le ciel regarde la terre. رأينا فيما سبق le ciel regarde la terre. السماء ينظر الأرض. طبعا كما لو نقول السماء تنظر الأرض. إذا نقول il regarde la terre. Il regarde la terre. Il regarde. Il regarde la terre. هو ينظر الأرض. Il regarde la terre. رأينا أيضا l'arbre est au bord d'un lac. L'arbre est au bord d'un lac. إذا نتكلم عن الشجرة أنها على ضفة البحيرة. طبعا كما قلنا بأن كلمة l'arbre هي كلمة مذكرة. إذا نقول هنا il est au bord d'un lac. إذا نقول هنا il est au bord d'un lac. كما لو نقول هو على ضفة البحيرة. Il est au bord d'un lac. هو على ضفة البحيرة. نكتفي بهذا القدر. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.